أحلى شباب، يسعد مساكم. من وين ما بتتابعوني، بدنا نتعلم عزف أغنية اسمها زلفة للفنان بهاء اليوسف. مقام بيات زائد 2 ترانسبوس بيات. الله، أنا مشرق الفا دييز ومشرق السي. أول شي شباب بفوت بموسيقى هيك. تبع لف شباب، بفوت بصوت حركة ناي بيشرخ المي، تمام؟ يعني صار بيات، صار بيات الري زائد 2 ترانسبوس. شباب ما خص فن، بس هي الحركة الأساسية تبع الأغنية هيك. هذول من عندي فينا نلعبهم تشيلات، ما ضروري مثل ما حكيت إنه يكون نفس التشيلات. Thank you.
الشباب هذا المقطع بيشيل التشريق عن المي، تمام؟ وبلعب موسيقى هيك. شباب هلق برجع بحط، بس خلص كلمات برجع بحط التشريق عن مي وبلعب موسيقى هيك. يا شباب بعيد الحركة. بعدين شباب يفوت بصوت الربابة الزوري. بس يلعب هاي الحركة شباب. شباب هاي حركات الزور، انتبهوا لها. فينا نلعب حركة الإعدام فيها هيك. شباب بفوت بصوت هذا الصوت، بس اكيد على جهاز السولو بيطلع اجمل وارتب. انا عندي اياه هذا الصوت بس محول من الفي 3 او انه المهم من جهاز السولو.
تراك من عند الشباب، انتوا فيكم تلعبوهم كمان، والله رائعين. اخر شيء بختم هالحركه هيك. الشباب برجع بفوت بهالحركة. هون بشيل التشريق على المي، رح نلعبها من هون بس رح ارفع اوكتاف مشان تطلع من هون مشان تشوف الصورة مزبوط. يمكن الصوت مزعج شوي، رح نغير الصوت شباب بس مشان تسمعوا الصوت واضح. شباب راح الكهرباء، المهم برجع بفوت بحركة هيك بيكون مشرق المي.
نرجع شباب لأول موسيقى بحركة الربابي بشيل التشريق عن المي برجع. بفوت بكلمات وبتلحقوا هاي الموسيقى. بعدين شباب بتخلص الأغنية وإن شاء الله تكون عجبتكم. إذا عجبتكم اعطونا لايك، اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس واكتبوا لي شو بدكم لنعزف لكم. إن شاء الله مثل العادي ما بقصر مع أي حدا، أنا كل شيء عم بعزفه بناء على طلب المشتركين اللي عندي. تحياتي للجميع.